إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أنكو سوچرني تفسير كي قرآن كريم كاها ودرسي جنين لغب بقول سقاشاً إيا سقال ونوغب باللابن إيا آيات بقول كونتون إيا اللبو من سورة الأنعام قال الله تبارك وتعالى ولا تقربوا هرباواننا مال اليتيم أغانت مال كيدا إلا بالتي طريق دينة قدواتان معاني هي أيض أحسن وناقبضا حتى يبلغ انت أغانكو كجاريو أشده أبي جيسا وأوفو أوفيا الكيل باقا والميزان ميزانك بالقسط عدالتك أوفيا لا نكلف كلف مينو نفسا نف إلا وسعها كران كيدا ماهن وإذا قلت مركض هذا الليدان فأدلوا عدالة سمية ولو كان المقول له قفك هذا الكلولي هباء هذا ذا قربا قرارا مدو صاحب وبعهد الله إلهي بلنكي سأوفو أوفيا ذلك مكاس لصو الشيغي ووصاكم إنين دردار من الله به ماغا لعلكم تذكرون لكي تذكروا إن أدوان سنتان ترتدون إنكم دردار من أمكو سوچن أي آيات كي ووحويان وصيات كاها وكت ماما عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قفك الدونية إنو أقريو ورقب النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو قري وشابد كل تيون هرتيس لفورين آيات كان أقريو تاسر معنيه دو وحي طهي نبي قدر دار من كتاب كان كتاب كأصل كيسي إيا أمهات كمسائل كان آيات كان أيا شملين أيا صدح ذا إلا وقل سبحانه ولا تقرأوا هاو دوامنا مالا يتيم أقوم تمال كيدا مال أقوميت هيسكو دوانينا معناها كوحد قبينينا أقوانتا مال كيدا مال كاسو سيدو رباها قصو قلو مال كي أي أبود كادح لاني أي سوق قلي مال كي وحا سوق قلي وحا وين هدي أبودو كرالي دينا ديهان لوسي واحد حال وحا سوق قلي وحي دا مسلمين قصو دقائستين بريقو رباها قصو قلو مال كمرا دي أقوانتو أي يلاتو وحا وين ومال أقوميت هاو دوانينا معناها كوحد قبينينا هاعونينينا هاستعمالينينا سيداسوهي إلهينا وقوكوبت المامي داد كمال كاس أغانتا عنايا إني يهين داد نار عناي أعلوشي وضاكوشي إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا داد كعنايا مال كأغانتا قردخانا كعنايا وحي عنايا نعلوشي وضاكوشي ونار وإني قيدونا نار هريرا marka aad ayayn u badan tahay waxa weyn maal aqoome dariiq kasta ku yimaado qof muxsinaha soo dhiba qaar hay'adka ka shaqeeyo aqoomo maalkood loo dhiibo wax adag ay gacanta kula jireen qofkii amaana ku gutaana waa liibaanay qofka kalena ee qalinka ku dhaca ama qoriga ku dhacay ama si kale u qiyaanay waxa weyn naaru calooshiisa ka buuxiyay wala taqrabu hal dawaanina maal al yatiima aqoonta maalkeeda u dhawaanina إلا بالتي طريقتنا تقول وانتان ماهاني هي أيضا أحسن وناك بضان طريقة وناك بضان وحيطة طريقة أيضا دمت وجرت طريقة وناك بضان وطريقة دمت وجرت إن كانعسي لو قريو لو فائديو مالكو دي الله وارديو طريقة أحسن كوا طريقة سوي وطريقة أغانك دمت وجرت كاسوا اللي قلت وانا والغو معمولا والغو معمولا واللو فائدينا والله شقينا والله إذا حتى العلم قبل كود هذه مال كان أغانك ماشان وحويا لفوهنا إنه يكون إلى اسمايان ويكون في اسمايان موقت فإذا يهنا يكيلي ماشان فإذا وينا كم موقت لكن عبسية قطرة جلتة واجوها ماشي أمانة إذا إلا قيلي مروا البواء إلا قد دالو وحويا مال كان لفيه سحين لحفليه
كذبنا وحوين ماشي أي وحوين وغيما كران وشيء ديرابا لكن كنقوه الرئيو وإلا فيه اللي حفظيو مركا ماشي حفظي قبلا الله حفظان عمر والبطر صحابة آيات القرآن كا وحي تعلاين سيديهين التطبيقيان أي آيات سودكته هذا وح كدي جيدنا وحاس أي كدي جيدين كفوا جيدنا هذا وح أمر هيدان وح أي أمر هيدا أي فريان ساس هاي الصحابة بقين كل مركي سود دكتي آيات دان هي آيات ذكرت سورة النساء إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطون النار وسيصلون سعيرا وحي سمي الصحابة إن مال أقوم قف كستو أقوم هي إنه صعه ملكيسي قولي إنه صعه أو دكسي قال الله كريم qoys kan waxa la jooga saddex agoona shan agoona laba agoona hantidooda iyo hantida cidda la isku kari jiray waa soo xeyn digsi gaar ah uu kariyo markuu cunay wixii soo haray meel ay dhigeen duha laba la iska daadin heerkaasi gaaray markay taas ay sameeyeen nabiga ogaaday sallallahu alayhi wasallam markaas ilaahay wuxuu soo dejiyay yas'alunaka 'anil yataama qul islahu lahum khayr wa in tukhalituhum fa iqwanukum waxay nabi maxamed wax ka waydiinayaan agoonta waxaa ku tiraada aqoonta in la hagaajiyo oo la islaaxiyo sidaas way sida qeyr ka badan waxa laga hadlayaa waxay tahay hal la hagaajiyo maalkooda loo xifdiyo yaa laga cunin saas laga hadlaa wa in tu khaliduhum fa iqwanukum hadaad isku darsataan waa walaalihiin laga diidana taas in la isku darsado oo hantidoodi iyo hanti kale inta la isku daro lagu shaqeeyo laga diidana laakiin intooda la cunay la diiday taanta isku darto ku shaqeeydo aad sida rabsida maalkaaga caadiga u cunto xisaab la'aan waa mid isminta la diiday ah marba hadii wax lagu daray waa in shilin xisaab kale uu ku baxaa oo ayaga shilinkood iyo shilinkaaga ay kala xisaab ku kala baxaan oo sida maal aad leedahay caadi aadan isla isticmaalin ayaga isku darsan lama diidan in la isku daree waxa la diiday ayaga in la isku dheereeyo ama xisaab la'aan lagu cuno ama qiyaano kasta lagu cuno lama diidan in wax la isku karsado oo hadii mesela sadex aqoonaha kula joogta adna sadex aruuraha tashay lix iyo bad lix isku noqdeen maal xisaaban in la isku daro oo biil ah oo sadex iyo sadex la isugu jeen gooyo lama diidane orol caad la isku lacuno ma la diidane ee wax la diidan yahay in ayaga la isku dheereeyo oo lala cuno kooda ama xisaab la'aanba maalka aqoonta inta taala isaga dhex barto xisaab la'aan lagu wado taasa la diidan yahay marka isku darida lama diidane waa in maalkan laga digtoonaada oo xisaab la'aan iyo iyadoo la ogeyn midna aan lagu cunin si dulmiya marka waa noocaas hadithuna hadith saabida in aayadaas oo yasaluna kaanila taama sawb masuulkeedu sidaas aayad dawud ka wadi ilaa uu subhana hatta yabluga ilaa agoonku ka gaaray ashudda uu adeegis iska ilaaliya ilaa uu adeegisa gaar adeega maxaa loo jeeda al-hulmu ma'al inas waa inuu qaan gaaro haddana qof tasarrufkiisu fiican yahay wax maamula kara noqdo labada shay waa inuu isku darsado waa inuu qaangaar horta gaaro qaangaar kaliya loogu dhiibi ma maalkiisa waa inuu noqdo qof haddana tasarrufkiisu maamulka maal fiican yahay labadaas oo la isku daray weeye wax weyn ashudda waa inuu xagga xoogana ka adkaado xagga maskaxdana ka adkaado xagga xoogga kaliya wax tari ma waa inuu xoogahaanba u adkaado qaangaaro marka waxa loola jeeda sida maxamed al-amin uu shinqiidi uu yiri waxa weeyaan al-hulmu ma'a inas rushdi waxa weeyaan waa inuu qaangaaro xoog iyo tabarna uu yeesho kow iyo inuu xagga maskaxdana ka qaangaaro qof maamulkiisu fiican yahay oo waxa weeyaan intaada u dhiibin caruurka markuu qaangaaro waxaa la rabaa inaad tijrubaydo tijaabido xoogaa loo dhiibin xaleel wax soo gad waa la fiirina balqaabka u soo gaday ma la dhacay ma xisaabtamay see wax u soo gaday nuux u soo gaday waa nuuceen haye haddana mar kale loo dhiibin ilaa saddex goor marka loo dhiibo la ogaado si sax inuu yahay qof wax ilaa shakara khalaas wayn maalkiisa lagu wareejiya kadib in laga haysta xaq kumala dii la arko inuusan wax weyn ku shuweynaatay weli maskaxdiisu ku filnayna sidii loogu hayna sidii loogu hayna ilaa uu isku soo filnaanayo ee waa qaan gaari kaliya ma hataa yablugha shudda wa awfu ufiya wa awfu ufiya al-kayla baqa wal mizana mizanka bil qist adalatku ufiya tana ilahi wa qanda subhanahu wa ta'ala dadka wax ganacsanaya ee wax beegaya ama mizamaya in ay adalatku ufiya shay kasto oo lagu heshiyo in wax lagu beego ama lagu miisaano di fuusta wax lagu beega di tanag wax lagu beega
دي لور واخ لغو بيغا دي كومبا واخ لغو بيغا وخي لا بيغو يا وخي لا ميزامو دي واخ لغو ميزام يا كيلو يا حبي نص واخ لغو ميزامو يا غرامات يار يار دول لغو ميزامها داي تاهي شي ولبا ميزانك يا بيغ لوغو تلاغال كو كين كو كين قفكا واخا ويان حدو بيغ قيانو وفوصد اللي تركشوه الله كي واخ كريدو او كيلادي واخ كجارو وا خائن ما هم قفكا عصدا وقف توغا خائن ومضى خيانة كلها بحجروا دون تور شده الدوادة سمية يطر شركتها او اتقو او ارادو انتاز دوادة كتنمة اي نوع عاسي سمية قرش كان ايقفو دايا خائن توغوي ما هم قفك عصدا قف خستا او دوادة نوع عاسي لباتة بسو جارتو لباتة سوى الدنب او ديراتا واو ينبيعا او قضا ينبيعا صحيا ما سببتو اقرام كلي سلقوغا الوهشي مضعهم مضعهم مارك الله خائن بيع عبد القضايا وان صحيح ما وقف خائن مرك وعلى رب قف إلهي إنه أبغى أفسده وحوي أنا وحلو ضريا ما هم بيع ساس الناس قريتشين ولا بده العلم يقول بيع عن صحيح ما هم صدقتها وحنا قضايا مكان برام مع أنا مسوي بيو نص مية أنا مسوي مسبية مرهوب عبيه مثنونة وإني سبيها كجرا يا قرنا إيه قرنا إذا سومنا كرت ما هم إذا قف كستا او انا او قدا يفطر يبيو خائن ويبيع سما سوان حرام عني بودكاست اسبريسته ولمدي اما ورك ليتا بل وا كليتا اسبارده ودا لا قرا ور طريقي تاغي لوقا كلا لمرا سو ما جيدت لكن ادي يا ميل كامر هلكان انا لا سو فديدا او ليدا بيع ان ودا سو ما جيدت مركا وحا وين وا خائن قف وبا وحا لا ربا ببيع ابا انو سو وخو داري انو سو وخا جارين ميزانك يا بيغ ليسلو انو سو وخا ديمين قيمها وخو ربا سو هاشي قيمه وقرب الشيخ وحيلا أيام ضرادة واحد تهي شيطانك وعلم إن الشيطان لكم عدو فاتقذه عدوا وعدو وعدو كان يتمركوا ليه وعجائب فيري هديه هو يباس عنها سوء قدرته أما نكاس عنها سوء قدرته كون بدي سوحو الدونيه هذا أو قدرته أو حرام انتو الدون لكن بيون تكبه ووحد شبان قدان فيري حلال يوحو اسكوهيري كرا وحو باهية لعبتو الربط إيا حلال اسكوهيري كرا لكن الشيطان هو عدو وهو جنة الدنيا أقرب إلى كوجان وهذا أمر مرك إلهي مغضب قوي قفوا حجدي نار إلهي أبلان قاعدة ذات كميزان كفلدية ويل للمطففين الذين إذا اقتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنهم يخسرون سو ما جديد وحويان ذات كهرات يوادي جهنم وعيس كلا ذات كفلدية بيه أما كريم فلدية أما بريس فلدية أما شلال فلدية أي شيء أطفو ضيضه أو بيك يميزانك اللي سلقه أطفو ضيضه ويل يوحد لا ضحي وذي جانب كويال إلى وقل سبحانه لا نكلف كلف ما إنه نفس النف إلا وسع كران كذا ما هاي إنت أود وحكة ما نفتك كلف ما إنه طمعنا على رجل قفك هدو كنت دالو بيك ينوه فيه مثلا كي لدي سسعي الميزانك طلقة وحد إيه كارتا حال حبو بريس إنو كدنية واحد بنو آمك أي فهم كلام ما كان معهم إلهي وين عقابنا حفظ بريس أكرم الله بعك كلمة واحد وين واحد وقت أود بنو آمك كرب حصول طف كان واجب كم معهم إنه سيادة قدرة سوى قدرة كلا لكن واجب كم معه سو ما جديد دون تكون دلالة مكة إسلام أبي مسلم يا أكو أركي وشوي واحد دميو كم صارنا من يلا بعك كلمة سمع يا رب واحد دليل كلام ما بعد رفض صدق قدرة حتى إني سو حتى خاكنا ديك مركب واحد يعرف عن طف أود بيس كرب حصان إلهي ما عقابه لكن ما حرر قفك سوي إنه الدداره أو وحوين قيانه وقصدين غفلنا وسهر الشقيسا إيه الدداره إلى وقل سبحانه وإذا قلتم مركات حط الليضان فعدلوا عدالة سمية ومسلكة مركات حط الليضان حاسوا قلي محويان قبونك قفك تتكك لحكميني عدالة سمية وقومك إن عدالة سمية وحاسوا قلي قفك مرقاتي فرعي مرقاتي فرعي ذا عدالة سمي سيدا قرح باس وحان كوغو عدين هكا مرقاتي كعين مرقات مرقاتي كعيدانا قفنا نها كعبسان قفنا نها كعليسان هبل مياتكو مرقاتي فوري كرتا هبل مياتكو مرقاتي فوري كرتا من نحبهن إلهي إنا ظهور تغيدا كريا كفر عدالة سمي مقاتها ضيدا وحي سوء قليا جرحي تعديلك قفا وحلقة شيئية أصل دو إنا وحلقة شيئي وي المسلمين هاتاي بناناتو وليحدي بنانات أي كمين نغط إلا ليح بنانات يرتقفني وحلقة شيئي محاكم إذا قف وحبو كهلي مثلا نبو كوغيس أما مال كاري وضحك أما دلو كادلي حق وحد أولا هذا إنا دعوت إنا دعوت حق أولا هذا سماها حكب بين شيء الميزان كحد نفسي سيدا أي وحيهين كلي أشياء
waxa soo galay jirxigi oo kaleeto qofkan waa qof diin ka hadlay diinu ka hadla markuu diin ka hadlayo waxaad ku ogtahay qalad qaladka aad ku ogtahay intuu yahay sheekh harubi saare ha ku dare waydha qultum fa'dilu illa waxan oo xadiista nabiga lagu wariyo sahih iyo dhaif ugu kala saara waa maxay waxa lagu kala saara hijaasha wariday ayaa la kala saaray hebel waa imaam aad u suugi oo xadiisku wariyo hebel waa xoga fahmadiisa dhaifa hebel waa kadaab mid walba miisaan kula hay saaray culimadu hebel waa kadaab ma kaleeyeen xiri qof waa muslim waliba waa nin culimaa xadiis warinaya maxaa leeyahay waa kadaab hataa la dhihin xadiis kan been tahu sheegay aad diinka dhiganaya diinkiya ugu ilaala diinkiya ugu ilaala marka waxa laga rabaa wayda qultum fa'dilu hataa hadlaydan adli ku sameey waxa raa inaadan adoon kidbi ku ogeynaadan kidbi ku sheegay adoon ku ogeyn fiskaada fiski ku sheegay intii aad ku ogeyd inaadan kubi saare qodo wax ku darin waxna aadan ka jiranood qiyaamo sameeyin saad u ogtihiin u sheeg oo xaqiiqada hataa ahlus sunna wal jamaa waxa qabaan oo waxa weyn diin walaahi ah ahlul bid'a qofka ogta sabab bid'oola markaad ka hadlaydo inaadan been ka sheegi karin oo aan dulmi karin sida uu yahay inta uu yahay bis aad ka sheegi karto ma banaana shaqlu salaam ibn taymiyah min haaju sunna juska shanaad boqol konton iyo lix safxada wuxuu yiraahdaa ta ka soo sheegay dawaaifka ahlul bid'a oo wuxuu yiri wa maa hada fa ahlu sunnati wal jamaa'a yastacmiluuna macahum alcadla walinsaafa walaa yadlimuunahum ayadoo intaas ahlu bidac ay yihiin oo xumaantaas ay leeyihiin ahlu sunna waaljamaaca waxay isticmaalaan markay ahlu bidaca ka hadlayaan cadaalad iyo garsoor mana dulmiyaan markaasuu yihi fa ina adulma xaraamun mutlaqa maxaa yeelay dulmi waa xaraam mar walba mar uu xalaal yahay ma jirto fiiri mar uu xalaal yahay maba jirto dulmiga mar uu xalaal yahay ilaahay xalaalo yiri iska dulmi karta maba jiro ma kara marka dad badan laakiin markay hadlayaan maxay samaynayaan waa rubi saara ujeedadu maxay tahay meesha kala saarayda waa niyada ahlu sunna waaljamaaca markay qofkan ka digayeen waxay uga digayeen nusrata lillaah walirasuuli walikitaabi allay u gargaarayaan rasuulkay u gargaarayeen kitaabkay u gargaarayeen beena looguma gargaaro soo maaha shayga xaqiiqadiisay sheegay bis laakiin qofkan isagu mufsidka ah marka uu ka digayo dadka naftiisa u gargaaraya waa nasran linafsi qofkan lay xoogaa isku dhexsan yihiin inuu daaqada ka saaru rabaa markaasuu leeyahy waa dajaal waa ibliis waa shaydaan waa daalim mudillu wala ogaadu leeyahy intaas mid ma soo ibaati karo taaniyan ahlu sunna jamaaca markay ka digayeen waa ibaatinayaan shay oo ilan ogtahay siduu nabigu yidhi salallahu calayhi wasalam low yucda annaasu bidacwaahum la dacaa rijaalu dimaaa qowmin wa amwaalahum haddii qof wax uu iska sheegtay la siinayo dal hadda dhiiggooda iyo meelkooda sheegalaha yuu nabigu salallahu calayhi wasalam oo dhiira qofkaana qofka iga dilay loo soo qabta loo qisaaso dan lalah markhaati loo dilay qofkaana maalka iga dhacay gurigaan u haysto dhan anaale haya iska qaado dila dhiira maba la arkeen adduunka laguma noolaadeen dadaa iska sheegalaha dad dhiiggooda iyo meelkooda laakiin maxaa lagu kala baxaa albayinatu cala almuddaci walyamiinu cala man ankar taas unbaa lagu kala baxaa soo ma jeedin wakadalika waa dariiqaas ilaada culummadu marka xataa dadka laga digayo ahlu bidac haddii xataa laga digayo waa dariiqaas waxaa la rabaa wax aan bayino lahayn qof inaan lagu eeqayn wax cad waa inay noqdaan anaa og maha wax soconaya maha soo ma jeedin waxay ilaahiyad hortageyda maxaa kaa dhow ku jawaabi doontaa sidaas darteed ahlu sunnaha qofka ay wax ka sheegaan waxa ay sheegayaan waa wax ku sugan had maaha wax oo la inkiri karo waxay leeyihin jahmiyadu waa ahlu dalaal sababto ah sifaada ilaahay waa inkirayaan ma ogola ilaahay inuu cirka ka sarreeyo samaawaadka iyo carshiga ma ogola in ilaahay yad leeyahay jahmiga marka la weydiiyo waa rumuu leeyahay malaha ilaahay halkuu la soo istaaga fiiri hadday yidhahdaan ahlu sunnuhu murji'ada waxa weeyaan waxay qabaan sida maxamed ibnu karaam oo kaleeto wuxuu qabaa qofka laa ilaaha ila allahu yidhaahda hadduu raba qalbiga ayuu ka rumay waa muumin saasuu qabaa weligiisuu qalbiga ka rumay haf kale hadduu ka yiri waa muumin soo ma jeedid hadday yidhahdaan ahlu sunnuhu maxamed ibnu karaam kitaabadiisii ku qoran ayaganaas ay ku yidhahda haddii la yidhahdo ashaaciradu waxay qabaan qofka hadduu qalbiga ilaahay ka rumeeyo oo xaqa ka rumeeyo weligiis laa ilaha illa allah hadduusan dhihin waa muumin haddii la yidhahdo hadda waxa la leeyahay soo qabta kitaabkay ku qoran tahay jawharatu tawxiid ay ku qoran tahay waa kanan waa kitaabka caqiidada asalka u ah jawharatu tawxiid tuxfatu muriidka markuu ku sharxa bayjuuri matnigana waa ku qoran tahay sharcana waa ay ku taala ahlu sunnuhu waxa ay sheegaan
ووح قف أسبو كدي دجانيو أما كل سجاي هاي أول كلي كلي وأنا كتاب في سكو قرا أنا أنجلت في سكو دوا أما سجل لسه تاجي هاي لكن كمبيت بجيم بين افترامي يعني عارين ما يفترض كذب الذين لا يرجع الله وح بين أبور سمية وقف كان بين أبور كقسمية طب كان إلهي آيات كسر ما يسمين قف إلهي آيات كسر ما يسمون طب كم بين أبورته كما بين أبورته لكن ذاك مفترين تاع واحد وينقف كان واكوك رب اللينية واحد وبريكية وبدئ وأهل الضلال سداسو قبع سداسو قبع ما رقبته بريكية ما رأثباتي كرام سو ما جيدين مارك واحد رب قف كان ماكو هاد ليو ونقو هاد لك المدس إن ميلو قريو مارا قريو بريكية مانا وإله اللي هرتك الدول تاس إنو كو هاد لا رب قف أوسان اسكا هاد لين إلى وقل سبحانه وإذا قلتم مركض هذا الليدان فعدلوا عدالة سمية ولو كان هبا أحاضر اسمك كان على قدقاء لبا مثل قدقاء ولو كان المقول له قفك عاد هذا الأوليد هاي هبا أحاضر ذا قربا مثل قرابة الصحيب إلا مكتهي مثلا واحد عدم مرقاتية فريدة مرقاتية عن قفة وحكوهري قفك وحكوهري يقوم مرقاتي فريدة قرابة هذا هذا الكاس هكذا شيء وهيرو قرابه هذا أنا صاحب كاغا وحقه له مقاتل بينهم شيء هذول بين مقاتل خفوري مقاتل بيناتك كبائر إله اللي وعسك هو وين كبدي سو ما جديد هذول رقف كان هذول مقاتل فريدة قرابه هذا صاحب كا هذا هبين شيء ولو كان المقول له قف كأدرتي هذا كأولى ما هذول ما قرابه هذا ثانيا وحكلا طلع بيجي كرا اسمه كانها ولو كان المقول فيه قفك عاد ورك كشيء ذا ذا قرب قرابات هذا طبعا ما حين نقول واحد أقته قفك حقا ولولي طب كم مرقات فرطه أو هذا كان شيخته وحبيه قوة كبيرة يعني. قفك كلاته أو كل هاي كل ولا لو أقته إيه مرقات قفك وحول يعني وقرابات هذه هكلح لحن فرط هكلح لحن سيدا يطهر الشيخ وعاتر أنا كم مرقاتية وأنا صاص مرقاتنا هو المقول فيه وقفك ورك لكشيء يعني. مرك ورانا واحد المقول له قف وقف لو شيء الله مقاتك مد ذي ربطها أما قف كول أقوم مقاتي فريض أما قر كذو مقاتي فريض إنه قرابي إنه صاحبي هو ميزان واحد ميزان تا كلمة غيري أمانة غيري وجهي سلقو ويدي دون وبعهد الله إلهي بلنك سن أوف أوفي بلنك إلهي أوفي بلنك إلهي أوفي حلو لكذا هذا القيمة بدن عفو كثير أنا نوفلا وغير قال ابن جرير ابن جرير وغيري يقول وقليه وبوصية الله إلهي دردارن كيسة التي أوصاكم بها فأوفوا إلهي دردارن كيسة وينين دردارمي وصدح ذا آيضا دوغوه الرئيان أوفيه مركز وإيفاء ذلك بل أن أوفنت معنى الوحي الطهي أن تضيعوه فيما أمركم إن إلهي كو أضيع ذاوه إن الأمري وهو الله وحيء إلهي إن الأمري السميبان والله وحيوكو أمري إنات سميضو ونهاكم وحو إنك الرئيبان أدكو أبدعين وأدكتكتو والله وحي إلهي الرئيبان والله وحي إلهي الرئيبان أدكتكتو وتعملوا بكتابه إناتكو بغانتو كتاب كيسا وسنة رسوله رسولك سنة ديسا إناتكو بغانتو وذلك كاسا هو الوفاء بعهد الله إلهي بلن كيسا لو في سبع ساعة وحالله وحو الله أمري إنات ديارك إنات فريدو waxaa la wixii ala reebay inaad diyaarato inaad ka harto kitaabka alle iyo sunnada nabigu dhaqan inay ku noqdaa sidaas aan balan u fiin oo balanka ilaahay uu oofiye ee balanka alle oofiye uu ilaahay subhana dalikum kaaslayin soo sheegay oo wasaakum bihi ilaahay min dardar ahkaamtaas la soo sheegay ilaahay min dardar ma la'allakum tadhakkarun likay tadhakkaru waxa ilaahay kugu dardar ma inaad weesateen ta ogaataan waxa allah xarimay ka fogaataan inta ogaatan waxa alla amray aad samaydaan inaad waan santaan dartid ee ilaahay inuu kugu dardaarmay qaalata alayna wuxuu yiri wa anna hadha mitkan dariiqan laynin dardaarmay siraadi waajidkeedi mustaqiman xaala u yahay midki toosan fattabi'uhu ra'a wala tattabi'uha ra'a'inna as-subula wadooyinka oo fatafarraqa bikum ayni lakala tagto an sabiri ilaahay jidkiisa ayni kala kala tagto ذلكم كاسر صو شيغي ووصاكم به ان تردارم الى لعلكم تتقون لكي تتقوا ان اسئل الالدان عذاب الى عربي اسك الى الالدان ان الى احكام تصنفوا دردارم
وأن هذا هو الذي شارع لبدي آيات وآيات كوري أن هذا كان أحكام تنقصه شيئا لبداس آيات سرادي وجدك يولهي ووددي دي أن خالق كاها وأن ينكو أن دوصدين أطمرتا مستقيما حالا يتودد سمتك توسا وصراد مستقيما جنبه تقا ما لح لحظه ساتقصي سعطة جنبه قينا هذا قابضه الله قال لهم شديس يوكو قينا وطريقا قلوح لهين فاتبعوه طريق أسرع طريق أسرع ولا تتبعوها الرعفاء مننا السبول ودوين كفرها بدن وكالك ودوين كفرها بدن حافظ مكثروه يري الله سبحانه وتعالى مفرد كبير طريق القاضي صراط مستقيم مفرد كبير وإنما وحد سبحانه سبيل جدكيس إلهي مدو كبير هذا صراط يري وحير لأن الحق واحد حق يمد حق الله طريق ما لابد طريق أو إسقلاف سن أو أصول إسكو قلاف سن لابد وشنة ما تجان لابد وما أهم طريق حق حق وحال مدع لابد طريق أو حق ومتشرت أو إسقلاف سن متشرت حق ومد سيد ترت إلهي من أولي حال مدو كذب القرآن كان آيات كريمة ما هن آيات بنا ونوع الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور فيه إلهي مبديالك كبحنا والضلالات إلى النور حلك إفتير أصاب بحنا حلك النور أصاب بحنا ملك واحد تهي واحد من حقية متأ لكن إلهي مركو بعض الكشيغة يوحو كبحنا جمع ويوحو السمو محايا إلي ضلال كفردي كبط يهود نمادي والضلال غار كريشتي نمادي والضلال غار مجوسة نمادي والضلال غار شركي وثنيدي والضلال غار واحد ينتردي كبطين ولذا سيتردد أيام نبي صلى الله عليه وسلم أمد إذا أمة محمدية أتضرعت أن يصدح نقونا إذا تضرعت أن يلغو ناري كسو غي ناري كسو غنادي معنى الطريق النار تكسو غدا هو متنوي ناري مديه هل مت أي كبت بادي وطريقة كمدة كسو غدا فيدي مركة تضرعت أن يلغو أيهو إسكلاف سيه شرعينا وإسكلاف سيه مركة ضلالك تربي كبت فكستها تشعق القلاف وخلاص طريق الضلال هو كسو غدا لكن حق هو هل طريق وهل طريق تاس مركه قفكه دوغا حق انه هل طريق يهي وحي قفكه اخرده فميسن كو دالين الى دارين بدن يعبس بدن او اه وحلك طريق اكثر ما كو هيدا مسو وحل حقدو قفكه الهي وميسن قد قيامها قفس كسره انا هين عبسيه كو ابوري ده دليل طريق وهل هل كلمه ابو ما كو سوتا ما كميت ادك كو سودا مسو وحل حسنت عليك تاس كو كيني دا قفكه مركه اخرده فميسن ولا تطلع الصوم ودوينك أقرأننا أو محد عينك دو ودوينك اللقيا ذا أقرأ أو فتفرق بكم عينك إن لك لا تتصورش عن سبيل إلى جدك سينك لك لا تجد نبيك صلى الله عليه وسلم تعلم ورقيس تصاليس دول قصاص حرقتين وشيح حرقتين دول قصاص وشيح مركو شيحي ونبي صلى الله عليه وسلم هذا سبيل الله المستقيم جدك على وقاس وتوسين مركز النبي صلى الله عليه وسلم ملك يبيده ودوين كتشه ودوين كتشه ودوين كتشه مركو كتشه حي ونبي يقول هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه الشيطان يدعوه إليه وحوى وحاس وطنع من رعيضة كتشه حي وصبوشي هل مدو كمده مجره إلا الشيطان تابعنا ضدك ويره أولا كالا يبدونك الله صنع كالا حق طبنانا تابعنا حقنا ترنانا تاغن دما ميد كاستالوقو كولا ديغا ودريقنا تاسول النبي محمد صلى الله عليه وسلم شيدانا تاغن او دك او ييريه marka wari aad u qatar qofku inu digtoonaado xabsado mar walba isiraado dariiq cagta ma la weeydo mise waa ku hayda wari aad u muhiim ila wuxuu subhana dalikum kaaslayni soo sheegay oo halkaas dariiqo ilaahi in la qaado wadooyinka iyo tafarruqa laga tago oo la iska ilaaliyo wasaakum bihi allah ya inin dardarmay لعلكم تتقون لكي تتقون إن العذاب في إلهي عربي سيسك إلى لذا أيون إلهي نكوكو دردار موناك جاس أو نكوكو شيغا قال تعالى إلى وغيري ثم آتينا وانسيني موسى نبي الله موسى الكتاب كتاب التوراة تماما لأجل تمام لما يستري درتت أيام موسيني على الذي كدوشي صلى الله لما يستري أحسن وناكي كتاب كاسكو بقمديسي
وتفصيلا كلا ساري درتين أيام أسيني لكل شيء شيء كستبال كلا سارو وهدن هنونين درتين أسيني إيا ورحمة النحريس دردد لعلهم كير بنو إسرائيل وحي مدينيهم يؤمنون إنا الحميان باللقاء ربهم رب قد لكل انكيسة وهذا قرآن كاننا كتاب وكتاب كتاب كو أنزلناه أنسو دجيني كتاب كو مبارك لبركيي فاتبعوه الراعة واتقوا إلهي كبقى لعلكم ترحمون سيلينكم النحريستو مركي كتاب كو قرآن كاه إلهي كصور رمي إلهي يتناوح نوغاو هنا كتاب كو تورادها إلهي نمبي موسيسيي ثم هذا ترتيب فائدة ميدو معنى هذا ما هن مركي هرياتو انت النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي قيري قل تعالوا أتل ما حرم ربكم أتل ما حرم ربكم عليكم انت آيات كاس اللي قيري أكد موسى كتاب الإسلامان مركا اللي قولي يا النبي محمد قل تعالوا وآيات كان بدك إياه إيا النبي موسى مركا التوراة اللي سيئة وعها الرئية النبي موسى التوراة مركا اللي سيئة الرئية لكن عرف كان يعني روحه وياه وترتيب الأخبار أخبار تلك على ترتيبنا مركو روحنا لك جو الرمي وحوي إن إلهي النبي محمد صلى الله عليه وسلم آيات كان كسر دقيقي مركنا لك جو الرمي أعطنا مرك روحنا لك جو الرمي النبي الله موسى إلهي التوراة الموسية مرك ترتيب وحق أخبار تلك على ترتيبنا خبرنا لا شيء حتىنا خبر كلامنا لا شيء أما هن إن السيدان قد بعضهم مركي ورين النبي محمد صلى الله عليه وسلم آيات كان لسيء كدي حتى أنا توراة لسود دشي معنوم أن توراة هو بكرة هذا القرآن كلام مركب وانو عاف عربي كان سيرس وكوب ولا طال كل من ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك جده شاعرك قبل وغيري قل واحد كتر لمن ساد قف مرح نقضي ثم أنت كدي بساد أبوه أبيس وسيد نقضي ثم قد ساد قبل ذلك جده أنت صار وغيس ومرح نقضي مركب ما هن مركب ويل كمرح نقضي كدي أبوه مرح نقضي ولا بتشيده وكا لك على ترتيبنا وكي لك على ترتيبنا ما هاني سيدانا يقول دعضي ما خبر بمرا الوشيغا خبر كاسمارك الوشيغا دانا كلا الوشيغا مركا ترتيب تقمده ولترتيب الأخبار لترتيب الوقائع ما هاني سيدان اوك بعين الرموه ما ثم آتينا وانسي نو إلهيري موسى نبي الله موسى الكتاب كتاب التوراة ايان سيني تماما مفعول من أجل ينكا دقينا حالنا وكو بنام كتابك لك حالي مفعول من أجل ينكا دقينا تماما لأجل تمام لما يستري دردين تمام كان بمعنى إتمام وعدها كدقين لازم نوى بنائين تماما لأجل تمام لما يستري دكتين نسيني على الذي كي كوكي صلى الله لما يسترى أحسن أي أحسن القيام به استاجد وإستاجد كتاب التوراة قفك وناتي أففع عن وإستاجد إلا ذكا كتاب كرميسان اسكو ميت معهم قف وحويان كتاب كسي صحر وإستاجد وحكستو إلهي أمره وديارو ينفريو وحكستو إلهي كرره إنو كهره وقو تطبيقنا تلا تلا قفك مركا وناجيي القيامة بي استيقيد او كتابك او استيقيو إي عملك او كباقميو قفك هسا كتابك اللوغة ميسير قفك هسا كده ميسيرين قفك كلاوا كان ناقص إلا قيبو كتك كتابك معنيه دسوا تام لكن قفك هانا النقساميو قيب كتك على الذي كي كوركيس اللوغة ميسيرو أحسن وناجيي كتابك كباق مديسه وتفصيلا كلا ساري درتي أيام سنة كتابك لكل شيء شيء كستلا كلا سارو شيء كستا ودينهان تدك وقباهين توراة والو كلا سار شيء كستا ودك ودينهان وقباهين والو كلا سار والو عدي كتابك وهدن هنونين درتي أيام سنة إلهيين ودك اللي هنونين ايه هنون كل شيء هو هنون هداية الدلالة والبيان هنون كلا لغم عنولي هنون وحنيد وحكوي طريقه ان لو عديه كتابك هنون كيسوا ميد كاس ان طريقه لو عديه لرا وحاس وا حقي وحاسنا وا باطل هنون ليرا هنون كمعناها لباد ليرا وحاي تاي هدايه التوفيق ان قلبك هنون كلا وافجيو تاس الهي ويناي كعنتي سو كجبت سبحانه وتعالى لكن كتابك صابه حق عدينا مكانون كل شيغا وا هدايه الدلاله والبيان وهدن هنونين درتيد ايام كتابك سوسيناي يا ورحمه النحريس امه الله النحريسنا oo waxa weeyeen inay dariiqi naarta gartaan oo ka qararaan dariiqi jannada gartaan oo qararaan saas lagu naxriisan naxriista ugu weyn raxmad ka weyn ma jirto kitaabkaas ilaahay soo diru soo dejiyay abdoomada naxriista ugu weyn ilaahay u naxriistay waa inuu rasuul soo diray kitaabna soo dejiyay ilaahu qul subhana la allah waxay mudayeen reer banu israa'il yu'minuna inay rumeyaan bil liqa'i rabbihim rabbigood la kulankiisa oo bacfigi ah
تويش كان الكتاب إني رميسيه حاله رجع واحد مدين إني رميسيه رمي شرعي على جهادلا إيمانكم إيمان شرعي ما آخران رمي سنة هذا لا بهاي كتاب كينا عارم كوسون هذا إيمانك إيمان ونكسم معه إيمانك وكينا يه هذا رمي سنة آخرها والله وحي قطرك آخرها إنك عارفه وحي آخرها وحتر ولا إنك تدريشه إيمانك سيدس وكينا يه أيدي أهل الكتاب اليهودي نصار آخرها كنت وريه لكن أمد دير قرار إياه كتابك إلى العلم مياه هو ذي يخص عضا إلى وقل سبحانه وهذا قرآن كاننا كتاب نصنا وكتاب مركي التوراة لقى ورمي قرآن كي أدل لقى ورمي إن قدان قرآن كو إسكارت لقى لبدو داس لبداس كتاب التوراة يا قرآن حيال التوراة كتاب كي وينا يا قرآن كي كو ريو أها إلى وقل سبحانه وهذا قرآن كاننا كتاب وكتاب كتاب كو أنزلناه أنسود دجيني كتاب كاسو مبارك لبركي كتاب كان وكتاب مبارك أو قيرات بدن قيرات كيس أدو بدن يهن أدوم كقير بدن وليه آقرة قير بدن اللي بقيرة فاتبعوه راعمر أكا حكمة دي كتاب اللي سودة جي مكا واطنة فير تابكي حكمة اللي سودة جي وحوهيان إلا أقريو لغو تبدبرو واللي سودة جي إلا راعو وحو شيغة يوحو أمران الله سمي يوحو خيبان اللي قد فقدان واللي سودة جي دي لكن ورقب وين اسكا قراتو دير بغالك اسكا قدك ستو waa weeyaan ma ahan saa sidii loo soo dejiyay ma taq akhriyo shumida xagga saarto isla saacadaad saartay kadibne wixii ilaahay diiday aad sameeyayno wixii ilaahay uu amray aad ka tagayno kitaabka ugu jeedada loo soo dejiyay saas ma waxa loo soo dejiyay in la qaa kitaab fattabi'u ra'a kitaabka wa taqu ilaahay ka baqa ilaahay uga baqa kitaabkaas inaad bayacdan oo ka tagtaan واتقوه إلهي كفقا لعلكم حقيقة وحا أهداد كتاب الرعضان ترحمون إلا إنين حريصاني حقيقة وي آية تعالى إلى وحبيره أن تقولوا إنما أنزل الكتاب أن تقولوا أي وأنزلنا وأنسودتنا الكتاب وحنسودتنا كتاب كان قرآن كا أن تقولوا لألا تقولوا إن أطنان بهن إنما وحكر ماهن أنزل وأنسودتنا الكتاب كتاب على طائفتين لركو خوكركو ذا الوسو دجيه لبادت كوخوض من قبلنا أنك هرتين قصو ناطي وإن كنا وإن هشانيه كنا أنك وحانا هاني عن دراستهم لبادت كوخوض لأقريس شدو ذا لغافلين كو موكو هالمانسان أو تقولوا إن أطنان بهم لو قر أنا أنك انزل علينا كوركين الوسو دجيه الكتاب كتاب لكنا وحانا هارهين أهدا كوهرون بضان منهم أهل الكتاب كهرون بضان قال تعالى إلى وحيري فقد جاءكم وحائنين تمت بينة حجة حجة داسهم من ربكم حق ربكم كهاتي وهودا هرون أي إني يمت ورحمة حريص أي إني تمت فمن قف كيبا أظلم كقرد ربضان ممن قف كذب بيني بآيات الله إلهي آيات كيسة ووسدف ضبكين كتشيدي عنها آيات كي ألي سنجزي وان أبال مردونا الذين ضبك يسدفون أمت كتشيدين عن آياتنا آيات كي نكتشيدين سوء العذاب عذاب خل أيانكو أبال مردونا بما كانوا يسدفون بالسبب سدهم جيدين تأيحدك حقا كتشيدين سببتين عن عذاب خل أبو أبال مردونا أن تقولوا وحاول أنت قياسة حرف الشرك اللوغة حدفة وميلها قياسة اللوغة حدفة أي كمتا أنت هي عنادة أن تقولوا لألا تقولوا إن أطنان بهم ترتيد المسودة جنوية لم تنفعل كيف أخرى تعلق إذا وحاويان وهذا كتاب أنزلنا مركا وحي نقول أنزلنا وأنسودة جنوية كتابك أن تقولوا لألا تقولوا سي أطنان أدهم لمن كنان قريشين إنما وحكا لماهم انزل الكتاب كتاب واللي سودتي على طائفتين لبقى وقود اللي سودتي لبقى وقود وحلو لجي اليهود والنصارى ووحو النبي موسى كتاب كي التوراد هاي اللي سودتي يهود كتاب كاس اي هايستين لكن اي مكدن بطيحين النبي الله إيسانا كتاب كي انجيل هاي اللي سودتي نصارى دانا كتاب كاس اي النبي إليه وارهمين مي اللي سودتي ومع ذلك وارد بيحين marka labada taayfa waa yahuud iyo nasaara marka habii aan kitaabkan quraanka la soo dejin macnaha waxay dhihi lahayeen oo cidur baar ay ka dhiga lahayeen gaalada wa qasatan arbeed ilaahay iyo annaga kitaab warkanahay
kitaabka waxa lagu soo dajiyay naga horeeyay kooxa naga horeeyay laba kooxood naga horeeyay lagu soo dajiyay annagana weeba halmaansanayn in kitaab la soo dajiyay in la soo dajiyay warba kama aanan sidaas ay ku cudur baralahay taas macnaheedu waa maxay ilaahay wuxuu noo cadeynayaa kitaabka quraanka xikmadda loo soo dajiyay waxay tahay li allaah yakuna linnaasi ala allaahi hujjatun ba'da rusul kitaabka markii la soo dajiyay rasuulkii la soo diray kadib inaan dadku xujo ilaahay aftiisa ka helin qofkii kitaabkaas khilaafa caqiidadiisa cibaadadiisa xukunkiisa iyo nidaamkiisa inuu ku socdo qofkii khilaafay inuusan ilaahay aftiisa xujo ka helin bari qiyaama sababtoo ah hataa alla la soo dejiyo wuxuu leeyahay haddaan la soo dejin waxay dhihi lahaayeen dadkaanu ilaahayow annaga kitaab warkamayn waa halmaansanay laba kooxoodoo naga horeyda lagu soo dejiyey lamana aanaan akhrisano haddii labada aanaan socon maga aanaan hubayn in lagu soo dejiyey sida darteeda lama aanaan akhrisano sida darteeda ilaahay qur-aanka soo dejiyey oo weliba uu ku soo dejiyey nabi ayaga ka dhashay carabtii oo lagu soo dejiyey luqadii ay ku dhasheen qoladii kutubta horeysatana waxa laga kuwiini joojiya waqtigaas ay ku eg yihiin qur-aankan raac ayagu ma dhihi karaan la dhihi maayo hadda kuwaas hadday hadhow yiraahdaan ilaahay annaga kitaabka qoladan kale la siiyo lama dhihi ma dhihi karaan sababtoo qolada hore ahlu kitaabka ayagu waa ka warqabeen ma halmaansaneen qur-aan kitaabkii towraada haya dhigayay injiila dhigayay nabi yalla soo diri doonaa maxamed alle rasuulallahu alayhi wasallam kitaaba lagu soo deji doonaa marka la soo diraan raaca marka qoladan ahlu kitaabka ma dhici karto inay yiraahdaan warkama aanahay waa ay hayaan laakiin qoladan maadaama ay jaahiliin ahay ummiyiin ah waxaa dhici kari lahayd inay yiraahdaan annagu ilaahay kitaab warkama aanahay qolo naga horeeya lagu soo dejiyey lama aanan socon si aysan marka taas u dhicin ummaddoo dhan xujada ugu qunto ummadduna ay u midowdo hal diina u noqoto ay ilaahay qur-aanka inta soo dejiyo kuwii hore kutub hore hayeyna wuxuu ku yiri raacaka joojiya kini halkaas lagu joojiyey kuwii aan awal jaahiliinta ahaana kitaabkaba laga soo dhex dejiyey marka ilaa wuxuu subxaana si aysan u dhihin kitaabkan waxa loo soo dejiyey inaysan dhihin waa in kunnaa waa inuu shaaniye kunnaa waxaan ahayn can diraasatihim qoladan naga horeeyday la akhrisashadooda la gaafirina kuwa mugba waaba halmaansanay inaan la akhrisanno aw taquulu li allaa taquulu inaadnaan dhihin darteeda loo soo dejiyey low goor annaa annaga unzila calaynaa korkeena lagu soo dejilaha alkitaabu kitaab la kunnaa waxaan ahaa lahayn ahdaa kuwa ka hanuun badan minhum ahlu kitaab dan kitaabka lagu soo dejin waxay dhihi lahaayeen annaga kitaabna lakuma soo dejin dinna lagu soo dejilaha waa ku dhegi lahayn waa ka fiicnaa lahayn waa ku dhaqmi lahayn waaba ku dheera jirinba waa aqsamu billahi jaaba aymaanihim la in jaahum nadiirun la yakuununa ahdaa min ixda lumar waa ku dheera jirin ilaahay baan ku dhaarayna saddex magaco ilaahay waxaan nagu ah oon ilaahay kula dhaarayna duu noo yimaado nabi digaya inaan noqonayno ummadihii hore oo dhan mid ka hanuun badan ummadihii hore mid ka mida kuwa ka hanuun badan oo yahuud iyo nasaara ka fiican oo kitaabka ka run sheega aan noqonayna ay ku dheera jirin si waxa weeyaan been beentaas ay waxa weyn hadhow cudur daah looga dhigan aa kitaabkan loo soo dejiyo aw taquulu li allaa taquulu inaadnaan dhihin ayaa loo soo dejiyey low goor anna annaga unzila calayna nala ku soo dejilaha alkitaabu kitaab la kunnaa waxaan ahaa lahayn ahdaa kuwa ka hanuun badan oo ka toosnaan badan minhum ahlu kitaab faqad jaa'akum waxaa inin timid bayinatun xujo cad waa qur-aankii sunnada xujo cad wax walba wacadihi oo ilaahay xarimay wax kastoo ilaahay amrana wacadihi xujo cadaa inin timid xujadaas adoo min rabbikum xagga rabbiginka ahaatay waa hudan hanuun e inin yimid oo dariiqa inin caddaynaya wa raxmatun naxariis a inin timid oo dariiqii adduunka lagu halaagsamayay ininkaga digaya dariiqii naarta lagu gelaya ininkaga digaya dariiqii jannada iyo dariiqii liibaanta inin baraya waa raxmad ilaahay waa qur-aanka waa nabiga faman qofkeebaa adlamu ka dulmi badan marka haddii ilaahay kitaab uu soo dejiyey xujo cabo ay timid hanuun uu yimid ilaah addoommada u naxariistay dadka waxa uu dulmi badan laba qof qofkii xujadii caddeeda rabbi soo dejiyey dhinac mara oo aan qaadin dariiqeedii oo xaqii diida iyo qofkaas kaba siiba dulmi badanba qof qofkaas kaba siiba dulmi badan oo waa maxay inta asagu xaqii diidu dadkiina ka isbaaraysana oo dariiqa u taageen faman qofkeebaa adlamu ka dulmi badan miman qof kadaba beeniyey biaayaati illaah ilaahay aayaadkiisa qalbigiiu ka beeniyey dhaqan ahaan u beeniyey waa ka leexday
وسدفة كنا كذي دكتي وسدفة أي سد الناس كذي معدة يلازم أصدفة لبعض وقت نعدا يتعدى ولا يتعدى لبعض قولنا والقول فصيرة لكن حافظ وحو ضارتي قول كأه سدفة إن معدة لا قدره قول كلام رسولي عبد الله بن عباس يقي كتب على قوري هنا مركه حتى لا قد يقول معدة واحد نقول إذا وسدفة طف كذي يا كظلم بران دكتي عنها عن آية الله إلى آيات في سكتشيدي لبعد ما يخوف كاس مركز سكوت درس هذا أسرع حق وابني بكينا وكتشيدي وبكى وكتشيدينا يا هذا دين حب للحب وهو استعجل إن دينك على الله ربنا هذه كلاه الدعاية هذه السنة دين تيو كنجا وحن لقادة كريم وقت جلس عب كريم وح وحش دماء ففوي جعل لجب جوي وحس لجب سو بتقولي وقت جهاد عسر جاء الهر مري waxa weyn labada kun iyo 13 ka lama socon karto arinta adduunka duu aan ku horumar u leey waxas waa laga tagay waxa shinimada u leey waa xaal xumeena qof weyn karbaash la labdu u leey wax macquula ma waqtigeedii lama joog u leey qof la dilo oo sida hadda xuquuqaha waxa weyn qolada shayaadinta waxa weyn xuquuqul insaanka sheegata shayaadinta soo sida hadda lahayn waxa weyn waxa rin waxa yiraahdeen in qof sidiisa lagu ciqaabo dil qof kale hadbi fiir قف إن لغو إقابو دي وحي رادان وعنوه بتوشني ما وحي لأكبر كرام ما وشي يبدينوه سومي جيدي وحي حقوق الإنسان يقولي وحي شيطان كليه شقره يضو آية تخي إنه أمد كفره جيان إلهي كور مركا يسيري إن قف لغو إقابو قف كي قف الدرفيري بالله عليك وحي رادان وحوشني ما دوك لك فيري متقال هلو عوين دور يطلون لي مريكين markaas ala rewaal la xukuma 20 sano lagu xukuma markaas uu ka qaato ambi tiir 20 ku fudud billahi alayk markaas waxa la 20 ku balan mid aan 70 dilay kaba 70 markaas xogaa yar lagu xukuma xogaa geena ayay lagu xukuma ka qaatay ambi bal billahi alayk waxa sala raba bal qof kan wax dilay wuxuu uga fiican yahay ku dilay ya bal cadaalad xumada fiir gaalnimada fuul xumadeed bal qof kii wax dilay iyo qof kan la dilay qofkii la dilay fiir asagoo bari ah la dilay sooma sabab bari ah la dirin kale dirin kii dilay oo daalin taaha sababta dilka looga leexleexin xayd ya wax gariib suma waxa la rabaa fasad fil ard wax kale ma dulku inuu fasahada la rabaa marka waa nooca marka qofka dadka diintan kale leexinaya afkiisa uga leexinaa adinkiisa uga leexinaa diayada ku furaya diinta iyo dadkeedu diayireen asay umad uga cararto xaq oo aan diinka ilaahay loo dhageysan oo loogu dhaqmin qofka dulmi badan ma jiro ما معناها وصدفة ما كان لقديم معدة معناها لباب وحويان صدفة إن لقديم لازم معناه خنق المركز فمن قف كيفا أظلم كظلم بدن من منقف كذب بيني بآيات الله إلى آياته سقلبي كبيني وصدفة كانت جيستي بمعنى أعرض عنها آياتي على أكرد مدي حق حبناه وقعدك منا وكجست حق حبناه وقعدك مو وكجست حق قلبي إنه كرم يينا وكجست قف كدارن ميتير ماركا سنجزي واعال مريض دونا ولايري الذين ضبط يستفون امدك كجيدينيه وادي معد لا غديبو حد لازم لا غديغانا سنجزي واعال مريض دونا الذين ضبط يستفون كجيسنيه عن اياتنا ايات كان او اني رميا اني كدمان دك كجيسن سو العذاب عذاب هم ان كو اعال مريض دونا بما كانوا يستفون بسبب سدهم جيسغا اي حتى كجيس